يقول الشعر يا راشي غزوه المهابيل واحتل ورضه لين صارت براحة وانقلبت الدعوة مصالح وتطبيل وكل يبي يعطي خويه مساحة فلا تحسب اللي فاز من صفوة الجيل حتى لو الجمهور حافظ سياحة الفوز لو انه يجي بشدة الحيل ما راح يطير الطير غير بجناحة ماني براضي عايش بعتمة الليل واللي ما هو بيسوى يشعشع صباحة وماني بمترجي الليالي المقابيل وبول كفاح الله يعوض كفاحة بالشعر لي قوة مثل قوة السيل أهدم بيوت بانيتها الفصاحة مع كل هذا ما جنيت المحاصيل وشعري سجين منه يطلق صراحة مع انه جزل وشال ما شاله شعيل ولو ياخذ الفرصه بيثبت نجاحه لكن يبو معجب من الحط والشيل تعبت ومتوني تبي شوي راحة وقالوا لي ان الوضع محتاج تمثيل وقررت اخلي الشعر مثل السياحة فانطعتني ريح ولا تسرج الخيل واجب علي اعلمك بالصراحة الساحة بالوقت فيها من النيل وسخة لا هي للشرب ولا السباحة.